أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي، طلبة وطلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، أهنئكم ببدء العام الدراسي الجديد، وأسأل الله تعالى أن يعينكم جميعا على فهم قيمة العلم، فالعلم له قيمة عالية جدا في الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والإسلام دعا إلى العلم، ويكفي أن أول آية في القرآن الكريم نزلت أمرا بالقراءة والكتابة وتعظيما لأدواتهما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم أكثر من أن تحصى. ونحن أمة الإسلام التي دعا قرآنها ونبيها إلى الاهتمام بالعلم، تخلفنا في هذه الآونة تخلفا كبيرا. وأدى هذا التخلف العلمي والتقني إلى ضعف الأمة اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وصناعيا وزراعيا وفي أغلب المجالات المادية. ولذلك الأمل معقود على شباب هذه الأمة أن ينفضوا عن أكتافهم وكواهلهم غبار هذا التخلف، وأن يبذلوا أقصى ما يستطيعون من أجل النبوغ فيما تخصصوا فيه، كل في حقل تخصصه، حتى يعينوا على إحداث نهضة علمية وتقنية جديدة في هذه الأمة. ومع الاهتمام بالعلم أدعوكم أيضا إلى الاهتمام بالإسلام، لأن الإنسان في هذه الحياة له رسالة ذات وجهين: أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها. وهذه الرسالة لا يمكن أن تتحقق إلا بإلمام المسلم بدينه وبعقيدته وبتعليمات نبيه، ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان المسلم نابغا في تخصصه، قادرا على العطاء فيه، مهتما بإحياء هذه الأمة من جديد وإعادة بعثها من جديد. ولقد كانت الحضارة الإسلامية هي أطول الحضارات في تاريخ البشرية وأكمل الحضارات على الإطلاق، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. واستمرت هذه الحضارة إلى أكثر من 11 قرنا كاملة، لم تهمل جانب الدين كما لم تهمل جانب القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها، والحرص على العلم ونشره وعلى التقنية وتطويرها بطريقة مستمرة. والنهضة المعاصرة في العالم الغربي نبتت من محضن الإسلام. تعرف الغربيون على العلوم التجريبية من خلال احتكاكهم بالمسلمين في الأندلس وفي باليرمو وفي جنوب إيطاليا وفي صقلية وأثناء الحروب الصليبية. ولكن في الغرب كانت الكنيسة مهيمنة على مقدرات الأمور، على الحكم وعلى التعليم والزراعة والصناعة إلى غيره. وحينما وجد العلماء في الغرب أن المنهج التجريبي يؤدي إلى نتائج مغايرة لما حاولت الكنيسة فرضه عليهم، بدأ الصراع في الغرب. وانتهى الصراع بانتصار العلم، لأن العلم كان يوفر للناس قدرا من الرعاية في المجال الصحي، في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، فانتصر العلماء. والعلم في الغرب مع تقدمه تقدما مذهلا في هذه الأيام، إلا أنه علم ناقص. العلم الذي أوصل الإنسان إلى القمر ومكنه من صناعة الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل التقليدية وغير التقليدية، هذا العلم يعني يصاحبه في الغرب انحصار ديني وأخلاقي وسلوكي كبير. والغرب يعاني الآن من هذه المفاصلة أو هذا الخلل بين تقدم علمي وتقني مذهل وانحصار ديني وأخلاقي وسلوكي
يعني يدمر الإنسان من الداخل. ولذلك نقول أن العالم في حاجة إلى العلم الإسلامي، العلم الذي يجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، الذي يحقق تفوقا علميا وتقنيا متميزا حتى لا يسبقنا أهل العصر، وفي نفس الوقت يحافظ على قيمه الإسلامية وأخلاقه ودينه بقدر المستطاع، ويدافع عن هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأني موقن يقينا كاملا بأن المستقبل للإسلام. ويكفي أن تعلموا جميعا أن الغارة على الإسلام في هذه الأيام سببها الحقيقي تعاظم المد الإسلامي في العالم الغربي. فبجميع أجهزة الاستخبارات الغربية تقول أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في عالم اليوم، بالرغم من أن كل وسائل الإعلام تحاول تشويه صورة هذا الدين، وتحاول طمس معالم هذا الدين، وتحاول تخويف الناس من إمكانية قيام أي صحوة إسلامية أو أي وحدة إسلامية أو أي تقدم إسلامي. فيا معشر الشباب، أرجو أن تعوا حجم المخاطر المحيطة بأمتكم، وتعلموا أن الخلاص الحقيقي مما نحن فيه من وحل ومن تخلف حقيقي هو أن تأخذوا بزمام المعارف العلمية والتقنية. والعلم منطق ومنطقي، العلم ليس طلاسم ولا رموز، الذي يأخذ بالأسباب يصل. وكم رأينا من نبوغ في أبناء هذه الأمة، وأنا كنت في زيارة في كندا في الصيف الماضي، وأسعدني وأحزنني في آن واحد أن أجد أن أعظم عمداء كليات الهندسة في كندا من أبناء مصر، وأن كثير من أبناء العالمين العربي والإسلامي يحتلون مراكز قيادية يعني في كليات الطب، في أكبر الجامعات الكندية، في كليات العلوم، في كليات الدراسات الإنسانية. ولذلك أقول نحن لا نفتقر إلى النوابغ، ولكن للأسف الشديد الوسط الذي نحيا فيه لا يشجع على العلم ولا يشجع على الالتزام. فعلى شباب هذه الأمة أن يبدأوا بالتعرف على أسباب تخلفنا، وأن يحاولوا التغلب عليها بقدر المستطاع. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفقكم الله وسدد خطاكم إلى كل خير، وجعل هذا العام أسعد وأكثر توفيقا لكم من العون السابقة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.